وننتقل إلى الكرة الطائرة الشاطئية، مباراة جمعت بين منتخبي مصر والسودان، وهذه المباراة انتهت لمصلحة مصر بشوطين مقابل لا شيء بواقع 21-12 21-19. الزوجي المصري بالأحمر، الزوجي السوداني بالأبيض. إلى مباراة أخرى جمعت بين منتخبي الكويت وقطر، المباراة انتهت لمصلحة الزوج القطري بشوطين مقابل لا شيء بواقع 21-8 21-9. وإلى مباراة ليبيا مع البحرين، المباراة انتهت لمصلحة منتخب البحرين بشوطين مقابل لا شيء بواقع 24-22 21-2. ترتيب